ويا الورق كاينين قشي محلول كل شيء كاين ولكن ما كاينش الله شنوار وما دايرين الشاب الفلوس صحاب اللي عندهم فلوس تياخذوا التيكيت بزاف تياخذ كارنيش كارنيات كارنيات حنا غنجيو ونقطعوا ما غنلقاوش الوراق الا ما خرجش قرا قال لك كل واحد ياخذ ثلاث الوراق ما وراش شفتوا بعينينا دخلنا حنا لداخل ديال التيران وحضرنا لا هادشي بعينينا خلينا التيران داخل حنا الفلوس صحيحه تيتصرفوا على وحدين على اساس شنو غنعطيك نعطيك انا 5 المليون وفوق 40000 ديك 40000 ديالك وحنا ما ناخذوش الوراق انا احنا فابور انت غتاخذ الوراق وتوليش بيه باش الثمن طالع باش يخرج برا بيهم بديك الثمن غالي احنا جمهور باغيين الغارات تجي بنقطع الفلوس انت ما كتقطعوا خلي شحال من غارات ممكن المدرسه قبل خطو في نظركم السبب ديال هادشي السبب ديال هادشي هو صحاب مارشي نوار لا واش المكتب ديال الرجاء لا 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 خوان خوان حضونا كل ساعه كيزيد 100 درهم حنا جينا خويا نقطعوا البي ديال من الصباح وحنا تندورو مشينا كاع المحلات ديال البي ما قطعناش خلينا الخدمه ديالنا نفس المشكل وقع لنا في المونديال قطعنا المارشي نوار ب 1000 درهم البي ديال الفينال باش فرجنا في مراكش وهادشي راه ماشي معقول شكون استفاد شكون كيف استفاد هادشي واش المكتب البوليس المسؤولين على البي المسؤولين ديال الرجاء المسؤولين الجامعه خاصها تنظم هادشي الجامعه خاصها دير النظام ديال البي بحال اوروبا بحال الدول المتقدمه نقطعوا لي بي ديالنا حنا من صباحنا تندوروا على شي كيدي كارنيات كيخرجوا كارنيات يجوا من الله تيخرجوا كارنيات كيف تيموتوا على الفريق تيموتوا على الفريق ديبلوماسينا الماتشات كلهم عرقنا تغدينا عرقنا تغدينا وتكرفسنا وخلينا الخدمه ديالنا كلياتي عالية حنا تنخدموها ولاد الشعب ونديروها ترونسبور انت تتشوف تنخدموها ولاد الشعب حنا تنضربوا دابا تنسمعوا في الراديو راه جاوي كبير كتعرفنا جينا الوازي جينا هنايا مشينا مدينه قديمه ما كايناش لي فيها ناخذ 70 درهم ما ناخذ 30 درهم اللي خايده ب 70 درهم ما عنده درون نقول لهم انا هاك شكون في نظرك السبب ديال هادشي واش الجمهور اللي واش صاحب مارشي نوار ولا المكتب ديال الرجاء ما عرفش يبيع الوراق ولا المكتب ديال الرجاء هو اللي بيع الوراق هو المكتب ديال الرجاء اي ماتش كنسمعوا على الرجاء ومش على الحقيقه